القنوت في الوتر مستحب، القنوت وهو الدعاء في ركعة الوتر بعد الركوع مستحب، ما هو واجب، من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج عليه. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره.